فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: والمقصود هنا أن ما ذكرته من النهي عن التشبه بالأعاجم إنما العبرة بما كان عليه صدر الإسلام من السابقين الأولين، فكل ما كان إلى هديهم أقرب فهو المفضل، وكل ما خالف ذلك فهو المخالف، سواء كان المخالف لذلك اليوم عربي النسب أو عربي اللسان. نعم، رجع إلى لما فصل في حقيقة العرب والعجم، فرع على المسألة التي من أجلها ألف الكتاب، وهو تحريم التشبه بالأعاجم. فمن هم الأعاجم الذين لا نتشبه بهم؟ الأعاجم الذين لا نتشبه بهم من كان على خلاف ما عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والسلف الصالح. فمن كان على ما عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والسلف الصالح فإننا نتشبه به، لأن هذا كمال وهذا دين ولو كان أعجميا. وأما من كان بالعكس مخالفا لما عليه السلف الصالح فإننا لا نتشبه به، وإن كان في الأصل عربيا لأنه تخلق بأخلاق الأعاجم. نعم. قال رحمه الله: هكذا جاء عن السلف. فروى الحافظ أبو طاهر السلفي في فضل العرب بإسناده عن أبي شهاب الحناط: حدثنا حبان بن موسى عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي قال: من ولد في الإسلام فهو عربي. وهذا الذي يروى عن أبي جعفر، لأن من ولد في الإسلام فقد ولد في دار العرب واعتاد خطابها، هكذا كان الأمر. هذا الأثر: من ولد في الإسلام فهو عربي، يعني من ولد في دار الإسلام فهو عربي. وقد سبق لنا أن ضابط العربي من كان عربيا في الدار أو في اللسان، في الدار أو في اللسان أو في النسب، أو في النسب. فإذا حصل على إحدى هذه الخصال فهو عربي، إما أن يكون عربيا باللسان فقط، وإما أن يكون عربيا في الدار فقط، وإما أن يكون عربيا في النسب فقط، وإما أن يجمع بين الثلاثة.